مشاهدينا الكرام، طابت اوقاتكم بكل خير. حلقه جديده من برنامج جاوب اربح، خلكم ويانا. تعرف عليك يوسف البلوشي من سلطنة عمان من ولاية شناس. والنعم يا اخي يوسف، كيف حالك؟ الحمد لله بخير وعافية. الصيف وياك؟ والله الصيف جميل وحلو، خاصة هالايام الجو بدا يتعدل. نعم. لو رنا في قرية الشعب، شو اللي خلاك تجي القرية؟ والله القرية خلاني عند الزملاء قبل، هي قرية الشعب، قالوا مكان يجمع جميع مستلزمات الأسرة واحتياجات الأسرة، من ملابس ومن ومن ترفيه ومن أكلات شعبية، والحمد لله وصلنا لهالمكان. الله يحفظك، ونتمنى زيارتكم الدائمة هنا. هذا إن شاء الله دوم دوم إن شاء الله. سؤالنا سهل وما إن شاء الله ما نطلع خسران. لا لا، فعليك إن شاء الله، ما علي، إذا سهل بنجاوب. أول شيء بسأل صغارية بعد الحين، عندكم قطوة في البيت؟ لا. تعرفون القطوة؟ نعم. في القطوة هذه كم مدة حملها؟ توقع يعني يومي تكون حامل كم مدة الحمل؟ أسبوعين. أوكي، أنا بعطي خيارات، شو رأيك؟ وأنا بعطيكم خيارين، واللي جاوب منهم تكون للهدية. زين تمام. 9 أسابيع ولا 19 أسبوع؟ أي إجابة غلط أعطون الهدية الثانية، بتروح حق الشخص الثالث. 9 أسابيع. لا، 9 أسابيع هي الإجابة الصحيحة، تستاهل هذه قسيمة مستريات مقدمة من إدارة الخير. اللقاء أنا اللي طلبته، كنت حابب أني أنا أقول حق جمهور قرية الشعب بأن في قرية الشعب هناك إدارة متواضعة تعمل على مدار الساعة حقيقة لتلبية احتياجات كل الجمهور بكامل فئاته، ونحن نبذل حقيقة مجهود كبير سواء في الجانب التشغيلي والجانب التسويقي وحتى الجانب الأمني للقرية من الداخل ومن الخارج. فأنا تعتبرون هذا نداء خاص أو يعني إعلان خاص أو شو ما يبون يعتبرون جمهور قرية الشعب أو جمهور إيمان الشارجة، هذا مشروع وطني 100%. نحن نفتقد إخواننا المواطنين في الفترة الأخيرة في قرية الشعب. قرية الشعب كان عدد زوارها 180,000 زائر شهري، من 180,000 زائر شهري أنا محصل تقريبا 160-170 زائر مواطنين إمارة الشارجة ودولة الإمارة العربية المتحدة. الآن افتقدنا هذه الزوار، واحترامي لبقية الزوار الموجودين أو اللي تم استبدالهم بجنسيات أخرى، سواء كانت الجنسيات العربية أو حتى الجنسيات الآسيوية. ولكن وينكم يا أهل الشارجة؟ أنا أقول وينكم، وين عن وين، وينكم عن قرية الشعب؟ بكل أمانة وبكل صدق، قرية الشعب اليوم حقيقة تقدم منتج جيد بشهادة الجميع، مو بأنا أقول، أنا ما يسوي دعاية حق نفسي إني أنا سويت. أنا اليوم لما أفتقد جمهور أهل الشارجة اللي كانوا هم أكثرية مرتادين قرية الشعب، هم نفسهم بغض النظر عن اللي صار، تحول صار منطقة بعيدة أو صار منطقة ثانية، أو خلني أقول لك تغير مجرى حياته أو دخله أو أيا كان، لكن أنا أقول المنتج الجيد لا زال موجود في قرية الشعب، والتشغيل الجيد بعد موجود. خلاف ذلك نحن عيزنا منكم ونقول والله نحن عندنا حلبة تزلج وعيزنا خلنا أقول لك السينما اللي هي فيها 7D والسينما اللي هي البارل سوت مالنا وغيره، نحن عيزنا من كثر ما نقدم الموجودات اللي موجودة، أو ما بقول عيزنا يعني إحنا صار موجود معروف إن هاي الموجودات في قرية الشعب موجودة.
المنتج يا أخوان هو اللي تغير في قرية الشعب. الآن نحن في صدد تغيير جذري حتى في شكل المحلات اللي موجودة في قرية الشعب. خلاف ذلك ما تم تغيير من نوع المنتج وشكل المنتج ونوع العرض، ونحن بعد بدينا نتدخل في تشغيل أي محل موجود داخل قرية الشعب، من ناحية المنتج، من ناحية العرض، من ناحية خلني أقول لك حتى سعر المنتج يكون منتج جيد ورخيص. عندي سؤال، في حالة تقدموا شباب من الشارجة مواطنين بأي مشروع ممكن أنه يعني يكون حصري في قرية الشعب، هل بتكون في تسهيلات لهم؟ هل بتكون لهم عروض أسعار تختلف عن المحلات الباقية أو المستثمرين الباقين؟ طبعا بلا شك هذا واقع، وممكن احنا نعلم من خلال هذا البرنامج ان احنا ممكن نعمل شيء خاص ومو بشيء جديد على قرية الشعب ان هي تدعم اي رائد من رواد الاقتصاد، خصوصا اذا كان من دولة الامارات وامارة الشارجة. ما بجديد، نحن ما نبغي نقول شو سوينا الاسبوع اللي طاف او الاسبوع اللي قبله، يمكن تتعرف حطينا تقريبا 27 طاولة وجونا اخواننا اخواتنا وخالاتنا وعماتنا من كبار السن وعرضوا المنتج مالهم لمدة 3 أيام. الله وكيلك نحن ما أخذنا ولا فلس ولا درهم وما بناخذ بعد. ومثل ما قلت لك هذا مو بجديد على قرية الشعب إن هي تقدم مساهمة، سواء كانت مساهمة مجتمعية أو حتى مساهمة مادية. نحن الحمد لله يعني أيادينا بيضاء في هذا المجال، ونحن ممكن نقدم أي نوع من أنواع التسهيلات لأخوان المواطنين، أخوان التجار، أخوان اللي يبغون يبتدون في هذا الحراك الاقتصادي يبتدي خطوة أولى، نحن ممكن نقدم، لكن يكون جيد ويكون جدي. أنا بكلمك بكل واقعية وبكل أمانة، أنا وايد وقفت مع ناس لكن يعني ما كانت الوقفة في مكانها لسبب أنه يقدم شيء وتشوف شيء ثاني، يوم تي هذا تسوي لك مشكلة يعني. ففي فترة من الفترات أنا تحفزت إني أنا أكون مثلاً أدعم أو إنه يعني ممكن جمعيات مخيرية غيره من خلال قنوات رسمية، من خلال الدائرة الاقتصادية عندهم برنامج اسمه رواد، قدمنا نحن مقترح حق دائرة اقتصادية، نحن ممكن نقدم أي شيء حق أي واحد على الأقل إنه يكون من خلالكم أنتم. يعني تجربتي مع الإخوان يعني مثل ما قلت لك في السابق تجربة، ما بقول لك تجربة سيئة كثر ما أني أنا عطيت، وبمجرد ما تعطي ما تحصل المردود اللي أنت كنت تبغيه، مش المادي حتى المعنوي للأسف شديد يعني، ولكن لازلنا نحن بندعم المشاريع المقترحة اللي يتمنى بسلطان أن تكون في القرية بأيادي إماراتية غير المحلات اللي نحن دائما نشوفها. طبعا أنا ما أقدر أقترح أنواع وأشكال أيا كان التاجر اليوم، ممكن يكون مشاريع خدمية أو خلنا أقول لك حتى التجارية. يعني أنا اليوم اللي يشتري منتج من سوق الجملة ويبيع في مفرق هنا، طيب سوق الجملة مسواي حق كل الأسواق مو بحق قرية الشعب بس، وحق كل شخص سواء وافد أو غيره، بس الواحد لازم يكون شو يكون قنوع شوي، لي بين يوم وليلة يبي يسوي 2 أو 3 مليون في يعني لازم إن يكون يطول باله. اليوم إذا اشتريت بضاعة ب5000 وحصلت 7000 عقب كل مصاريفك قول الحمد لله رب العالمين خير وبركة، بس ربعنا مستعجلين للأسف الشديد يبون كل شيء بسرعة يعني. هذه يبالهم دورة في التجارة والتسويق. والله إحنا نحاول وحاضرين نعطي أدفايس حق أي حد يعني. تسلم، مشكور، جزاك الله خير. سؤالنا يقول لك، شو هو الحيوان اللي أمر الله سبحانه وتعالى بسجن نبي في بطنه؟ الحوت. سجن أي نبي؟ يونس ولا نوح؟ لا، سيدنا يونس. يونس ولا نوح؟ يونس. يونس إجابة صحيحة، حاولنا شوي نلعوزك لكن ما شاء الله. لا الله يحفظك، هذه قسيمة مشتريات مقدمة من إدارة القرية، تستاهل. زهراء من العراق. أم مريم. مر عليك اسم أخناتون؟
أكيد طبعا أحد ملوك مصر، أحد الفراعنة، فراعنة المصريين. نعم أحمس هم من كذلك نفس الشيء. مدرسة تاريخ؟ لا أنا مدرسة لغة عربية. ما شاء الله مروا عليك. أكيد طبعا هذيل فراعنة، واحد منهم آمن بالتوحيد. يعني الأخناتون أو أحمس، هو أعتقد أحمس أخناتون، يعني أي واحد من عندهم؟ أيوة واحد منهم آمن بالتوحيد. أخناتون؟ أخناتون إجابة صحيحة، عشان ما تضيعين وتردين على أحمس تستاهلين قسيمة مشتريات مقدمة من إدارة القرية. شكرا شكرا لك، شكرا، الله يجزيكم الخير. والقرية ما شاء الله يعني دائما متألقة وكل شيء موجود بها، وإحنا يعني 24 ساعة بيها. من المكان الجميل هذا تنتهي حلقتنا اليوم، نتمنى أنها نالت إعجابكم، نشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة.